يا نفرو زين زعيط يا اي 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 نزيد نزيد ليه 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 5000 راه من فرو زين جاب ربي من مراكش زايد يا بنتي زايد نلي ليك ليك نولي خطيك خطيك يشبي ما حبش يخدم هالوزة اسماعيل امي ايش لهون يا ولد ما تحشمش تروح توا ها وين كنت شبيك يا امي شبيك يا امي تكلم فيا هكا قدام قدامها ونجبد لك وذنيك اذا لزم قلت لك وين كنت تضحك انت تضحك برا سمخني البيرو فيسا تعليه يا امي هكا عليه نقص 800 انا ما يزيدش اللي صاير فيا وشكون قال لك يقبل باش تولي وزير بيئه نهار الكل وانت في الكياسات والدخان الكراهب والصبان والتقشيل امان امان يا امي مش انت اللي قلت لي يقبل ها نزلك على يدي وقتها تقولي من غير ما تخمم اقبل ما كانش انا استاذ قال لي روحي في الصوبان دكتور نضرب نسرع دكتور طبيب قلب ولا كلاوي عايشك لا يا امي دكتور بايونتولوج اختصاص ديناصورات ديناصورات نستاهل قلت لك ارجع اخدم بلادك ولا راكل توا تلعب بالزازوميات زازوميات يا امي زازوميات خلي هكاك يا امي خلي ما تحيالش المواجع باهي امي اش تحب توا انت اش تحب كنت رايض على روحي باش نتفرج في الديسانيمي جيتني بحكايتك الفارغه يا ربي اش فيها يا ربي اش فيها ايش هون ايجا شوف لي هذه شبيه ما حبش تخدم ايه بلكش من البيلات شو هاد هكا فقط لسبيرون يكيس شوية طيحتها في القاعة سيبنيتك حط غادي هكني مازال توا شكونو هذا؟ شو شكونو هذا؟ هذيك قطعة من أصغر ديناصور لاحم لقاوه في العالم ها تعاد ما أقول لي ورن 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 أنا غالب تحكي معاك هاي تفضل سيدي مش قلت لي عندك دوسي اختي يهمني ويهم مستقبلي هاي هني نسمع فيك اسماعيل انا تعرفني اللي نحب نهزك لميت لنعود حكايات نعرف هلا هما شمت في حد ولا عندك مصلحه لا عاد كل حاجه في بلاصتها الاخضر خذو شبيه باعثين لهم في دوسيات عليا اش خص الحكايه اتعس من هكا قالك السيد انت ليه يحب يقعدوني حتى يقدر يسكن فيها شو يا اخي شبيه عندي وكاله عايش انا هوني اسمع توت شويت تمشي لحليمه تقول لها تقول له ديكاج ولا خيط اش عرفت هالكلمه تقول له يمشي على روحه وكهو حليمه تحليمه معاه يا اسماعيل لما يلعب تحت ساقيك وانت متفطر بحتى شيء السيد شفته بعيني هذه يا ربي بعيني هذه بس بسلعه في جنينه شو يا بس بسلعه هذا ناوي عشر هذا برنا ديلها فيش تطفيك ما حبش تخدم نوري نعمل ايش هني الهونيش مزروب عندي ما نعمل ايش الهوني قالي مزروب بهيش تو باهي لله حاضر الله يبارك ايجا شوف لي هذه شبه ما حبش تخدم اسماعيل قالي بالك البيلات بدلتهم وباقي الشيء ما تمشيش هذي كان مقلوبين هذو ايه يا حليمة اش باش نحكي لك ايه انا كي كنت صغير وقت اللي بابا كان يخدم على الساس في بلاص سيلمين رجل خالتي فريد كنت نقول له يا بابا اشري لي كراسة نمرة 12 باش نكتب فيها يقول لي لا ما عنديش ويشري الضو والكتب ويشري له كالكولاتريس وقت اللي الضو متخلف وما عنده وين يوصف ريت العوج يا حليمة ريت ملا كيفاش كملت قرايتك كيفاش كملت ماني حطيت في قلبي عاد وليت نبيع ونشري في كل شيء بعت الحمص وبعت الكتب لقدم والدبابز واللعب وما تنساش انو نور ست على الناس اوه يا ميمتي شنكره مش انتي برك تكرهني الدنيا الكل تكرهني
حتى حد ما حب يفهمني، حتى الجماعة اللي كاني معاهم طردوني، وكي سألتهم قلت لهم علاش قالوا لي نكرهوك. هكا يا حليمة ما عملت لهم حتى شيء. حممت لي قلبي، جيت نحكي لك في حكايتي، طلعت حكايتك أتعس من حكايتي. حليمة إيش هنا؟ واه شو كيوري في روحه قدام التوريس؟ أنت جهون حليمة، كلمة واحدة فيزيسي تتلم توا ولا نجيك. سمعي الحشو بيك قالك جيت توت سويت. سامحني خل نمشي أنا توا، ما تحط شي في بالك، الدنيا مازال فيها الخير ومازال فيها ناس تحس ببعضها. يعجبني النفس الثوري اللي عندك يا حليمة. ايو يا دخدك مش عملت مع حلومة؟ كلمت عليا؟ كلمت عليك، ما نخرج انا من هوني الا ما حلومة تجي تخطلك. يزي بجدك ريت بك نوري يقول لي ناخذ اخوك ندير لك حلومه. النوري ما تسمعش كلامه، هذاك حاقد وعميل وعنده اجنده خفيه. ياي وماسوني زاد هناك، سمعتهم يحكيوا في التلفزه. اكبر ماسوني ما ريتوش عنده مثلث في خليقته؟ مثلث؟ لا لا ما ريتوش. عجب خشمه ماهوش مثلث. هذاك علاش؟ 100% تو باش يعكزولي على الاعتمادات المرصوده للغاز 500 مليون دينار. شو مدخلني انا؟ تفضلوا سيدي اش تحبوا؟ نوري قال لي حاجتك بيا، ما حاجتكش بيا نمشي. سي اسماعيل حكايه الغير. هي قل لي لحليمه شنو حكايه العشقه هذه اللي عملتها لي في الدار؟ نعم سي اسماعيل شنو الكلام هذا؟ نعلمك اللي وصلت لي معلومات من مصادر موثوق بها، ولا فايده في الانكار. الجمله هذه يقول لي مش نسمع منها برشا في المحكمه. معلومات اسماعيل نوري هذي عمالك انت. ما عملت شيء انا يا سيدي، انا ما ساعدنيش الاخضر خضوي يجي يسكن لي في بيتي، يا انا يا هو. مالا هو بالله بالله تسمع فيها يا اسماعيل ولا ماكش تسمع؟ يا اسماعيل كي كنت تسمع فيها قبل ما تطيش لي وضنايا انت. شو الحليمه توا نوري ولدنا مطبي عنا من اللي هو صغير، ماهوش معقول نبجلوا عليه حد داخل. يا اسماعيل الطفل المسكين طايحه به الدنيا ويتيم ومرمد من صغرته، زد اصحابه طردوه ما عنده وين يكن راسه. وانا شي همني تحكي لي في هالحكايه هذه؟ سمعت اش قالك تو تقول له يزدب شوي قدامي. يا اسماعيل زد خمم، ايش فيها كي تخليه يسكن هوني حتى يدبر راسه؟ بالك شكي انت ترحمه، ربي يمنعك من المصيبه اللي انت فيها. ما ناش كيفاش اما نظرية تستحق الدرس. يا سي اسماعيل ما تسمعش كلام، هذيك عندها مصلحة ظاهر ولا تحب وتحب تحطه تحت يدها. وهذه نظرية أخرى تستحق الدرس زادة. ما تسمعش كلامه يا سي اسماعيل، أنا نحب لك الخير نخمم على مصلحتك. يا سي اسماعيل أعمل الخير وانساه. ننساه؟ دبر على روحك. أسمع حليمة أو باش نخليه يسكن مع ضو والنوري، وكانت عديت على التحقيق وهزوني طول للعوينة طردوا. أنا نبع عليك أوكي، مل علي وعلى إعدام. ربي خليك يا سي اسماعيل، ربي يفضلك. تعرف كان يعرفوك الناس كما نعرفك أنا لما ينحيوا لك القضايا متاعك الكل. حليمة وي إيجي إيش قولك لو كان نهزك تشهد معايا في المحكمة وتعاود تقول لهم الكلام اللي كنت تقول فيه؟ شو مدخلني أنا؟ بسلامة. قالوا لي الأخضر قلت أنا أحبه، قالوا لي مختري قعدت جنبه، قالوا لي يسحر شربت من يده الأخضر أنا ليه يا روحي. شي ماكش رفيق قاعدة نتفرج؟ تخليني نفرهد على روحي. إلا فريدة تحير عليك عرق العراب، انا العيب مش فيك، في ولدي اللي جايب لي صانعه في فرقه باش تلهى بيا. الا فريده قلت لك انا كنت نغني في الكورال، انا الشعره بركه اللي وليت المطربه الاولى متاع فرقه التار. غير الحب اللي ثنيتي. حب شكون؟ راجلك الاولاني ولا الثاني ولا الثالث؟ الثاني. خل نمشي نركب العشاء قبل ما تجبد لي المخبل في كبه. حنين ولي الاخضر قلت انا احبه.
سيد الرئيس، إنني أفنيت عمراً من أجل هذا الوطن العزيز، ولقد ضحيت بالغالي والنفيس. إسماعيل، فش تعمل؟ هاي الحمد لله عليك، ذكرت عندك راجل وجيت طل عليه. شيري وشبيك سافا؟ شيري سافا، جيت طل عليا وإلا جيت متخبية من أمي؟ شيري امك عندها يومين وهي تلوج على اليوم ما لقاتنيش. قولك حاجه، توا نزيد لها دوجو واحد اخرين سوق تنساني. اما سيلت بلي شيري، ولا سقساتك عليا كلها هذيك لا سكرتير نتاعي يومي، هذيك بنتي ما عقلتيهاش؟ بالك تقول هذيك مرتي سيلت بلي. مسيا اقعد اقعد، عندي ما نحكي معاك. شيري خليني هنا، امو هكا ولا تجي عندي وقت باش نتخبى مور الباب. يا ناسية اقعد، يا ناسية اقعد، عندي ما نحكي معاك في امور اختي يا ياسر. يا بنتي اش تعمل هكا؟ امك يجي عندي وقت باش نتخبى شيري. تو هكا توا مش كان دورت المفتاح متاع الباب؟ مش اسهل؟ شوي بيت نسيت قطوس، يحكي لي اش تما. قطوسك سيء يا ناسية، ما هم جبدولي على الدوسي متاع الأثار، دوسي قدن هكا نهار نهارين وبش بعثولي للبحث، وما كتعرف عاد بعد البحث ما كتعرف. أنا عارف الشيخ يحكي لي إيش تما. الحبس سمح كامل ونكسر في ياسي شي، دوت منا ما لقيت حتى حل، وقعد قلبي مقطع عليكم انتوما، مش بش يصير فيكم بعدي. سي با فري. اي بوتان سي في، هذاك واقع المر. اسمع عزيزتي، يزمك تكون قويه ويزمك تحضر روحك، خاطر لا مندوحه. خطوسي ثبت معايا مليح، خرجت لي شي بهنانه. تبعوا مسلسل